رؤية جلالة الملك واضحة، المغرب أصبح اليوم حلقة أساسية في ميدان الطيران وميادين أخرى. ميادين أين المملكة تعطي وتقدم مع منصة مهمة لصناعة القطاع الغيار لهذا الميدان. الدورة السابعة ديال مراكش إيرشو اللي كتنظم تحت الرعاية السامية ديال سيدنا لانترو كتعرف نجاح كبير، تقريبا 200 عارض، 24 ولا 25 طائرة اللي هي معروضة، عدد ديال الوفود 20 وفد رسمي عسكري و55 وفد ديال الحكومات الأجنبية، عدد ديال الشركات العالمية كلها اللي موجودة هنا. هاد التظاهرة اليوم ولات من التظاهرات اللي عندها وقع على المجال الدولي. كما كتعرفوا صناعة الطيران تحت الإشراف ديال سيدنا لانترو عرفات تطور كبير، اليوم كتشغل 24 ألف كفاءة في أكثر من 150 شركة، وكما كتعرفوا توجيهات ديال سيدنا من أجل الدخول إلى عهد صناعي جديد عنوانه السيادة، والهدف الأساسي دياله هو خلق مناصب شغل دائمة. هذا القطاع عنده كهدف مضاعفة مناصب الشغل، وإن شاء الله الأمل والحلم ديالنا هو أن يكون تجميع طائرة كاملة في المغرب إن شاء الله.